We'll be right <laughs> back. يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه التاسعه والسبعون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات, محطات الطريق غريق فارغة سألتحف الفراغ وغربة الأيام غريق. هم تضحك, أشوف أيامي, أشوف فنك. فنك. هم تضحك أيامي وأشوف أنك هم تضحك أيامي وأشوف لو حزن أسود يظل طول الطريق, 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 الطريق الدرب مو حش يا إمام مو حش مو حش يا إمام, موحش 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 يا إمام موحش يا الدرب مو حش يا امام لا صديج ولا لا رفيق سأبقى أودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه الْعَوِيلَ هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الخامس والعشرون من عنواننا المتقدم نفسه في الحلقات السابقه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقة التي سبقت حلقة يوم أمس عرضت مجموعة من الفيديوات بين أيديكم تحدثكم عما يجري على ارضنا. لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم. وفي حلقه يوم امس كان الحديث عن الاسباب وولجت الكواليس. وتسلسل الحديث حتى وصلت الى ذكر الدجاجله الكبار دجال النصارى واليهود دجال سقيفه بني ساعده ودجال سقيفه بني نجف هؤلاء الدجاجلة ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاصا بذاتهم، أنا لا أنكر وجود أشخاص دجالين، لكنني أقصد من كلامي هذا أن الأصل هو البرنامج. دجال النصارى واليهود برنامج دجال سقيفه بني ساعده برنامج لقد كتبوه في صحيفتهم المشؤومه وبعد ذلك طبقوه دجال سقيفه بني نجف برنامج منهج حوزه اسست سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره ولا زالت مستمره الى هذه اللحظه القضيه ليست منحصره باشخاص معينين الحديث عن برنامج ممتد عن برنامج طويل عريض هناك اشخاص يمثلونه هؤلاء هم الدجالون في مستوى الاشخاص لكن القضيه اكبر من ذلك هناك مبدا هناك عقيده هناك منهج هناك الكثير من التفاصيل حدثتكم في الحلقه الماضيه عن اول الدجالين اتحدث عن الدجاجله الكبار عن العناوين الكبيره والا فالارض مملوءه بالدجالين من كل الاصناف دجالون دينيون من رجال الدين دجالون سياسيون من زعماء الاحزاب ورؤساء الدول دجالون ماليون اقتصاديون انهم الذين يملكون اكبر رؤوس الاموال في العالم دجالون اعلاميون دجالون انواعهم كثيره جدا وليس في عصرنا فقط وانما في العصور الماضيه كذلك وفي عصرنا وفيما ياتي من الزمان لكنني حدثتكم عن اول دجال من الدجاجله الكبار دجال النصارى واليهود وانتم لاحظتم من ان الذي قرأته عليكم من كلام امير المؤمنين صلوات الله عليه في وصف الدجال لم يكن وصفا بشريا انها رموز انها اشارات انها دلائل تشير الى حضاره واسعه وقد بينت لكم من ان الدجال الاعور حضاره الانسان هذه الحضاره التي نعيش فيها وليست خاصه بدوله دون دوله انها الحضاره المنتشره في كل الكره الارضيه قد تكون مركزه قد تكون قياده الحضاره في دوله كالولايات المتحده الامريكيه لكن القضيه في احاديث الدجال الاعور ترتبط بالحضاره في كل بقاع الارض قد تتشكل لها مراكز قوى هنا وهناك لا اريد ان اعيد ما تقدم من حديث ولا بد ان تعرفوا من ان الدجال هذا هو دجال النصارى واليهود دجال خطير لكنه في خطره دون دجال السقيفه دون الدجال الناصبي لست انا الذي اقول انها الاحاديث المثبته في كتب النواصب والمخالفين المصدر الذي بين يدي هو الجزء السادس من مسند الامام احمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هذه الطبعة الثالثة ألف وأربعة وتسعين ميلادي طبعة جديدة مصححة هذا هو الجزء السادس في مجموعة أحاديث حذيفة ابن اليمان صفحة خمسمية وثمانية وثلاثين رقم الحديث اثنين وعشرين ألف سبعمية وثلاثة وتسعين بسنده عن حذيفة إنه ابن اليمان قال ذكر الدجال عند رسول الله فقال لأنا، رسول الله يقول فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال الكلام واضح وصريح يخاطب أصحابه بحسب ما نقل ابن حنبل عن حذيفه في مسنده الذي اقرا منه النبي يقول لانا لفتنه بعضكم اخوف عندي من فتنه الدجال ولن ينجو أحد مما قبلها مما قبل فتنة الدجال إلا نجا منها الذي ينجو من فتنة دجال الصحابة دجال السقيفة سينجو من فتنة دجال النصارى واليهود لان خطر دجال النصارى واليهود ما هو بكبير اتعلمون لماذا لان دجال النصارى واليهود ستكون اعلى قوته متى في زمن ظهور الامام اذا كان الامام ظاهرا واذا كان المشروع المهدوي يتجلى في اعظم واعز صوره له فما قيمه الدجال حينئذ ما قيمه دجال النصارى واليهود هذا التخويف في كتب النواصب وحتى الذي في كتبنا اكثره جاءنا متسربا من كتب النواصب مع وجود الامام لماذا نخاف من الدجال ما قيمته والامام قد بسط ولايته التكوينيه والتشريعيه فمن اي شيء نخاف الخوف في زمن الخيانه حينما خانت الامه ونقضت وغدرت ببيعه الغدير والزمان زمان تقيه والزمان ما هو بزمان قائم ال محمد والاخوف من ذلك دجال سقيفه بني طوس في غيبه الامام هذا الاخوف والاشد ضررا ولذا فان امامنا الصادقة وصف أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضر من شمر أضر من حرملة من أنهم أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أضر على الشيعة اضر على واقعنا الشيعي من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه المشكله اذن مشكلتنا مع دجال النجف مع دجال سقيفه بني طوسي المشكله هنا في زمان الغيبة وفي زماننا هذا بالتحديد ليس عندنا من مشكلة مع دجال سقيفة بني ساعدة باتت صورته واضحة لدينا مشكلة الشيعة الآن مع دجال سقيفة بني طوسي هذا الكلام ما أنا الذي أقوله سأقرأ عليكم أحاديثهم دجال النصارى واليهود فتنته الكبرى في زمان ظهور الحجه ابن الحسن فما قيمتها بالنسبه لنا؟ نحن مع امامنا ما قيمه فتنه الدجال حينئذ سيفتتن بها الناس فليفتتنوا فليذهبوا الى الجعيم الذين لا يريدون ان يكونوا مع الحجه بن الحسن فليذهبوا الى اي اتجاه يريدون بالنسبه لنا لا نبالي بالدجال ولا باي دجال اخر حينما يكون امام زماننا ظاهرا ما قيمه الدجال الاعور حينئذ فليذهب بدجله وعوره وبكل ما عنده الى الجحيم الفتنه الاشد هي فتنه دجال السقيفه كما يحدثنا حذيفه بحسب مسند بن حنبل ذكر الدجال عند رسول الله فقال لانا لفتنه بعضكم اخوف عندي من فتنه الدجال واذا كان هذا النقل دقيقا فان حديث النبي اشتمل على لام التوكيد مكررا لأنا هذه لام التوكيد. ولام التشديد في المعنى. لأنا لفتنة وهذه لام التوكيد أيضا. لأنا هذه لام الابتداء، ولام الابتداء هي هي لام التوكيد. لأنا لفتنة وهذه لام التوكيد أيضا. لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها الذي ينجو من فتنة دجال السخيفة سينجو من فتنة الدجال الأعوار والذي ينجو من فتنة الدجال الشيعي سينجو من فتنة الدجال الأعور، الذي سينجو من فتنة الدجال الشيعي سيكون مع الإمام وحينئذ سينجو من فتنة الدجال الأعور، الذي لا ينجو من فتنة الدجال الشيعي وسيكون مناصرا للدجال الشيعي في مواجهه الحجة ابن الحسن ان لم ينتهي مع فتنه الدجال الشيعي لأن الإمام الحجة في أول برنامجه القضاء على الدجال الشيعي ستأتينا الرواية فالذين يناصرون الدجال الشيعي ان قضي عليهم مع دجالهم الشيعي والا فسيلتحقون بالدجال الناصبي سيلتحقون بالسفياني وحتى لو قضي على السفياني فانهم اذا لم يقضى عليهم مع السفياني سيلتحقون بالدجال الأعوار الناجون من فتنة الدجال السقيفي والناجون من فتنة الدجال النجفي الشيعي هؤلاء هم الذين سينجون من فتنة الدجال الأعوار لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال كل الفتن ترتبط بفتنه الدجال التي هي في الحقيقه فتنه المشروع الابليسي فكل الفتن مردها الى فتنه ابليس الدجال الاكبر هو ابليس وكل هذه البرامج هي برامجه الدجال الاعور جزء من البرنامج الابليسي الدجال السخيفي الناصبي جزء من البرنامج الابليسي الدجال النجفي الشيعي جزء من البرنامج الابليسي ليس جزافا وليس اعتباطا حينما تاتي الروايات تحدثنا عن العمائم التي يلبسها مراجع النجف ومراجع كربلاء مراجع الشيعه عموما ليس جزافا وليس اعتباطا الاحاديث تقول من ان هذه العمائم عمائم ابليس لانها جزء من البرنامج الابليسي هؤلاء هم دجالو النجف دجالو سقيفه بني طوسي الروايه في الكاف الشريف التي تصف عمائم مراجع النجف وكربلاء هذه العمائم التي يلبسونها الان والتي لا علاقه لها بعمائم محمد وال محمد لا في شكلها وتصميمها ولا في مضمونها وفحواها انها عمائم المشروع الابليسي من هنا جاء وصفها في الاحاديث بعمائم ابليس ذكر الدجال عند رسول الله فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد ولن ينجو أحد مما قبلها الا نجا منها وما صنعت فتنه من الذي صنعها البرنامج الابليسي وما صنعت فتنه منذ كانت الدنيا صغيره ولا كبيره الا لفتنه الدجال انه اكبر الدجالين وسيدهم انه ابليس الابالسه على لعنة الله عليه. هذا ما جاء في مسند ابن حنبل الكلام هو هو نقله الشيخ الطوسي في الامالي هذا هو كتاب الامالي للشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفه المتوفى سند 460 للهجره. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة منشورات دار الثقافة صفحة 512 رقم الحديث الف 1120 السند سند فيه شيعة وفيه مخالفون الحديث منقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى الحضرمي قال سمعت عليا صلوات الله عليه يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه واله وهو نائم وراسه في حجري فتذاكرنا الدجال فاستيقظ النبي محمرا وجهه فقال لغير الدجال اخوف عليكم من الدجال النبي مستمر الائمه المضلون هؤلاء اخوف عليكم من الدجال الائمه المضلون ائمه سقيفه بني ساعده وائمه سقيفه بني نجف مثلما وصفهم امامنا الصادق وصف اكثر مراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى وصفهم بانهم ضالون ومضلون ضلوا واضلوا الشيعه امير المؤمنين يقول كنا جلوسا عند النبي وهو نائم وراسه في حجري كان النبي نائما لكن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه انه يسمع الحديث كنا جلوسا عند النبي وهو نائم ورأسه في حجري في حجر علي فتذاكرنا الدجال فاستيقظ النبي محمرا وجهه فقال لغير الدجال اخوف عليكم من الدجال الائمه المضلون وسفك دماء عترتي من بعدي انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمه النبي هنا شخص لنا الائمه المضلين المجموعه الاولى التي ستسفك دماء العتره انهم الذين قتلوا فاطمه والذين جاءوا من بعدهم من الامويين والعباسيين الذين قتلوا العتره الطاهره أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم هذه الحرب بالدرجة الأولى حرب فكرية والمسالمة مسالمة فكرية لأن الحرب بالسيوف هي فرع من الحرب الفكرية والعقائدية ولان المسالمه العمليه هي فرع عن المسالمه الفكريه والعقائديه فهنا رسول الله شخص لنا نوعين من الائمه المضلين ائمه قتلوا العتره انهم خلفاء السقيفه خلفاء بني اميه خلفاء بني العباس ومن عاضدهم من علماء النواصب هؤلاء هم الائمه المضلون الذين سفكوا دماء العتره ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله انا حرب لمن حاربهم لمن حارب العتره وسلم لمن سالمهم الحرب بالدرجه الاولى فكريه والمسالمه بالدرجه الاولى فكريه وهنا ياتي الكلام عن الائمه المضلين في الواقع الشيعي انهم مراجع الشيعه الذين انتهجوا نهج المرجئه ونهج البترية ونهج المقصرة حيث نقضوا بيعة الغدير نقضوها نقضوها في جميع الاتجاهات وهذا أخطر أنواع الدجال وهذا هو أخطر الدجالين في زمان غيبة الحجة ابن الحسن ضللوا الشيعة ولا زالوا يضللونهم وفتنة الشيعة انهم يعتقدون ان هؤلاء نواب لصاحب الزمان وان الدين الحقيقي عندهم وما عندهم من الدين الحقيقي من شيء مطلقا كل الذي عندهم ضلال في ضلال على مستوى العقائد وعلى مستوى الثقافه القرانيه وعلى مستوى معارف اهل البيت وعلى مستوى الفتاوى والاحكام ضلال في ضلال واعتقد اني قد ضربت لكم مثالا واضحا في الحلقات التي حدثتكم فيها عن اسحاق الفياض انه المرجع الاعلم الذي عينه السيستاني من بعده السيستاني كما هم يقولون هو المرجع الأعلى فهو الذي عين إسحاق الفياض الأعلم من بعده ولذا يرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية وأنا قد حدثتكم عن ضلال هذا الرجل وعن مخالفته الكاملة مع منهج العترة الطاهرة والكلام ليس مقتصرا على إسحاق الفياض الكلام هو هو ينطبق بالدرجة الأولى على السيستاني نفسه لو لم تكن عقائد إسحاق الفياض كعقائد السيستاني لما عينه الاعلم من بعده منهج الضلال واحد عند السيستاني عند اسحاق الفياض وعند سائر المراجع الاخرين لغير الدجال اخوف عليكم من الدجال الأئمة المضلون وسفك دماء عترتي من بعدي أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمه الحرب بالدرجة الأولى فكرية والمسالمة بالدرجة الأولى فكرية أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم دجال النصارى واليهود رغم خطره لكنه دون دجال سقيفة بني ساعد نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله, صلوات الله وسلامه عليه, عليه. فمن, فمن ذا الذي يبلغ, يبلغ معرفة, معرفه الامام او يمكنه, يمكنه اختياره, اختياره هيهات, هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شان من شانه او فضيله من فضائله واقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله او ينعت بكنه او يفهم شيء من امره او يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وان وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فاين الاختيار من هذا واين العقول عن هذا واين يوجد مثل هذا اتظنون ان ذلك يوجد في غير ال الرسول محمد صلى, صلى الله عليه, عليه وآله, وآله وسلم, وسلم. الدجال الشيعي وهو الأخطر دجال سقيفة بني طوسي دجال حوزه النجف انا لا اتحدث هنا عن شخص بعينه وانما اتحدث عن الجميع انه البرنامج المرجئي البتري التقصيري الذي وضعه الطوسي سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره ولا زال مستمرا هذا البرنامج معبأ بكل قذارات الثقافة السقيفية الناصبية أقرأ عليكم من صفات الشيعة من كتب الصدوق انه الحديث الرابع عشر بسنده عن احمد بن محمد الخزاز قال سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال تلاحظون ما قرأت عليكم من حديث من مسند بن حنبل ومن أمالي الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله الحديثان كان مشبعين بحروف التوكيد الكلام هو هو المنبع واحد الجهة واحدة إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن ان للتشديد وللتاكيد وهذه اللام لمن هو لام التوكيد ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال الحديث عن الدجال الاعور لان المصطلح هنا يتبادر منه بالدرجة الأولى الدجال الأعور، وبالدرجة الثانية دجال السقيفة، ما هم مراجع النجف أكثر خطراً من دجال السقيفة، هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. تلاحظون ان المعطيات متماسكه احاديث اهل البيت بعضها يشرح بعضها الحقائق واحده وستلاحظون انني اضع بين ايديكم لوحه كبيره متكامله امامنا الرضا يقول ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال احمد بن محمد الخزاز يقول: فقلت له يا ابن رسول الله بماذا كيف يكون هذا؟ شيعي يعتقد بمودتكم يكون اشد فتنه على الشيعه من الدجال قطعا امامنا الرضا لا يتحدث عن موظف مثلا في دائره البلديه او عن طبيب في عيادته او عن نجار في سوق النجارين او عن تاجر يبيع السيارات مثلا انه يتحدث عن رجال الدين انه يتحدث عن العلماء عن المراجع يتحدث عن هؤلاء ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت هذا حديث عقائدي لمن هو اشد فتنه فتنه بعد الحديث عن العقيده هذه ما هي فتنه القصابين او النجارين هذه فتنه اصحاب عمائم ابليس ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال والدجال ان كان الاعوار او كان الناصبي فتنه هؤلاء فتنه عقائديه ما هي بفتنه جنسيه ولا هي بفتنه ماليه. انها فتنه عقائديه، احاديث الدجال الاعور تحدثنا من ان الدجال الاعور ينادي انا ربكم الاعلى ويدعو الناس الى عبادتي، فتنه عقائديه دينيه. الدجال السقيفي اسس دينا جديدا. ونصب ائمه ونقض بيعه الغدير الامر عقائدي من اوله الى اخره فالحديث هنا عن الذين هم من الشيعه يتخذون موده اهل البيت دينا وعقيده انهم الفقهاء والمراجع إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا، ومعاداة أوليائنا، هل أن نواصب أنفسنا؟ مثال من الأمثلة. قال بموالاة اعدائنا ومعاداة اوليائنا انه منهج حوزة النجف تركوا تفسير علي وال علي وذهبوا الى المنهج العمري في التفسير تركوا الزيارات والادعية ولم يستنبطوا العقائد منها وذهبوا الى علم الكلام الاشعري المعتزلي الى الاشاعره والمعتزله تركوا قواعد التاصيل والتفريع في حديث العتره وفقا لمنهج لحن القول ومعارض كلامهم وذهبوا إلى أصول الفقه الشافعي كي يستنبطوا أحكام الدين وفقا لهذا المنهج منهج الطوسي منهج شافعي أشعري معتزلي في جانبه العقائدي وفي جانبه الفتوائي وهو منهج ناصبي طبري سقيفي في جانبه التفسيري. قال بموالاة اعدائنا ومعاداة اوليائنا انه اذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الامر فلم يعرف مؤمن من منافق. القطبيون النواصب من الشيعه هم الذين يتحكمون في الشيعه في بغداد والنجف في بغداد تتحكم الاحزاب الناصبيه القطبيه الشيعيه وفي النجف تتحكم العمائم الناصبيه القطبيه الشيعيه المنابر لمن المنابر لمدرسه الوائلي انها المدرسه الناصبيه الشافعيه الفخريه الرازيه القطبيه سائر الخطباء يكرعون في هذه القذارة الناصبيه، وباوامر السيستاني باوامر مراجع النجف عموما، وعلى راسهم السيستاني. الفضائيات الشيعيه كذلك، كل شيء في النجف وكربلاء هو كذلك. قذارة ناصبيه في قذارة ناصبيه. فقلت له احمد الخزاز حينما سمع الامام الرضا يقول ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال هكذا قال متسائلا متعجبا مستغربا يا ابن رسول الله بماذا؟ فأجابه الإمام: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. القطبيون من الشيعة النواصبي يسرحون ويمرحون في النجف. المعممون من طلبه الحوزه كثيرون منهم باتوا يؤمنون بما يطرح في قناه القمر لكنهم يخافون ان يتكلموا بجمله واحده مما هم يعتقدون به لماذا لان سيف السيستاني سيدمرهم سيقطعون رواتبهم سيمنعونهم من التبليغ في الاماكن التي اعتادوا ان يذهبوا اليها سيشوهون سمعتهم وربما يقودهم محمد رضا السيستاني الى السجون والمحاكم لانهم ارهابيون هذا هو الذي يجري في النجف قد لا تصدقون كلامي انا لا اقول لكم صدقوا كلامي ولكن اذهبوا وابحثوا بانفسكم في النجف ستتلمسون هذه الحقيقه بنحو واضح بموالاة اعدائنا ومعاداة اوليائنا لهذا فانهم سيكونون الحديث عن المراجع وعن الفقهاء سيكونون اخطر من الدجال اخطر من الدجال الاعور الذي هو دجال النصارى واليهود ومن الدجال السقيفي الناصبي بموالاه اعدائنا ومعاداه اوليائنا قطعا كيف سيمررون هذا المنهج سيمررون هذا المنهج عبر الاكاذيب عبر الخداع والدجل منهج ناصبي لكنهم يغطونه بقشرة خفيفة من حديث أهل البيت من ثقافة أهل البيت أما هذا المنهج المرجعي المرجئي القذر فهو قذارة في قذارة ناصبية من أوله إلى آخره وهذا المطلب أثبته لكم بمئات ومئات ومئات من الساعات تشتمل على مئات ومئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق وكل ذلك يعرض عليكم ليل نهار في شاشه القمر وعلى الشبكه العنكبوتيه الحجة قائمة عليكم لن تستطيعوا الفرار منها الا اذا كنتم لا تعبؤون بذلك تلك هي مشكلتكم هذا الكافي الجزء الثامن من الكافي الشريف وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحه 203 الحديث 362 بسنده بسند الكوليني رضوان الله تعالى عليه عن هشام بن سالم قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان ممن ينتحل هذا الامر ينتحل يعتقد ربما يكون لهذه الكلمه معنى اخر ولكن في هذا الحديث ينتحل يعتقد ومن هنا يقال الملل والنحل انها العقائد الملل والنحل انها الديانات والشرائع والعقائد. ان ممن ينتحل هذا الامر، هذا الامر دين محمد وال محمد في زماننا دين الحجه ابن الحسن. ان ممن ينتحل هذا الامر يعتقد به ليكذب. ايضا جاءت لام التوكيد تلاحظون ان الاحاديث جميعا بلحن واحد بنسق واحد لانها تتحدث عن جهه واحده والنبي والائمه يريدون ان يؤكدوا لنا هذه المضامين ولذا يستعملون لام التوكيد ان وهي للتوكيد ايضا ان ممن ينتحل هذا الامر ليكذب حتى ان الشيطان لا لام التوكيد مره اخرى لا يحتاج الى كذبه هؤلاء هم مراجع النجا الشيطان لا يحتاج إلى كذب التجار التجار يكذبون على الشيعة تجار الشيعة يكذبون على الشيعة وأصحاب الحرف الموظفون في الدوائر وهكذا لكن الشيطان لا يحتاج الى كذب هؤلاء لان كذب هؤلاء اثاره محدوده الشيطان يحتاج الى كذب المراجع الى كذب الفقهاء كي يستمر الضلال في الواقع الشيعي وهذا هو الذي جرى ويجري منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي الحوزة المشؤومة اللعينة في النجف حوزة السفاهة والسفهاء إنها مركز الدجال الشيعي مركز الدجال الطوسي مركز الدجال النجفي الذي ينتشر وكلاؤه الدجالون في مختلف البقاع التي يتواجد فيها الشيعه بعضهم بالعمائم وبعضهم من دون العمائم دجالون بعمائم ابليس ودجالون من دون عمائم ابليس ان ممن ينتحل هذا الامر ليكذب حتى ان الشيطان ليحتاج الى كذبه اعتقد ان الصوره واضحه ولا تحتاج الى شرح كثير القضيه واضحه فهذا الحديث يرتبط ارتباطا مباشرا بالحديث الذي قراته عليكم قبل قليل من صفات الشيعه اولئك الذين هم يتخذون موده اهل البيت ويكونون اشد فتنه على الشيعه من الدجال لما سال احمد بن محمد الخزاز الامام الرضا يا ابن رسول الله بماذا فماذا اجاب الامام بموالاه اعدائنا ومعاداه اوليائنا كيف يتحقق هذا بخداع الشيعه وبالكذب عليهم يصورون لهم اولياء اهل البيت على انهم ضالون ويصورون لهم اعداء اهل البيت على انهم مهتدون فالقطبي الناصبي الشيعي القذر يكون مؤمنا صالحا والشيعي المهدوي الزهرائي يكون ماسونيا يكون ضالا ما هذا هو الذي تقوم به مرجعيه السيستاني وسائر المرجعيات الاخرى في النجف وهو نفسه الذي يقوم به حزب الدعوه القطبي وسائر الاحزاب والتنظيمات الشيعيه القطبيه الاخرى ما هذا هو الذي يجري على ارض الواقع ان كان ذلك في عالم الديانة والمرجعية أو كان ذلك في عالم السياسة والحكومة وهذا الأمر ليس خاصا بشيعة العراق فحسب الذي يجري على شيعة العراق ينطبق على الشيعة في بقية البقاء لأنهم يرتبطون بشيعة العراق بشكل وبآخر إمامنا الصادق يقول إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه نذهب إلى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عليه حيث قال ما, ما يكون, يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من, من الناس الا وقد ولوا على الناس حتى, حتى لا يقول قائل انا لو ولينا لعدلنا. لعدلنا ثم, ثم يقوم, يقوم القائم, القائم بالحق, بالحق والعدل, والعدل. وعن, وعن ابي بصير عن, عن امامنا, إمامنا الباقر صلوات الله, صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه يقوم القائم, القائم في وتر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضاره من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فاذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل الشرق واهل الغرب نعم واهل القبله ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فاذا نادى فالنف النف فوالله لكاني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء اما انه لا يرد له رايه ابدا حتى يموت هذا هو الجزء الثالث من مجموعه عوالم الامام المهدي صلوات الله عليه عوالم العلوم موسوعه حديثيه لعبد الله البحراني من تلامذه المجلس هذه الطبعه هي طبعه مؤسسه الامام المهدي قم المقدسة إنها طبعة عوالم العلوم مع مستدركاتها وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم المهدي صلوات الله عليه صفحة ثلاثمية وسبعة رقم الحديث الف وثمانمية واربعة ما نقله من خطبه لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد خطبها بالكوفه قطعا هذا جانب من الخطبه ساقرا ما يرتبط بموضوع الحلقة من كلام أمير المؤمنين أيها الناس أيها الناس أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم امري ونبذهم عهدي وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه رايه ترفع في الكوفه في النجف في الكوفه لشخص حسيني ينتمي نسبا الى الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولا ينتمي عقيده للحسين لو كان ينتمي عقيده للحسين بحسب الحقيقه لا بحسب ما يظهره للناس لما حظي بدعامه امويه الامام هكذا يقول وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه ويشمل الناس البلاء هذه المضامين تنطبق على ايامنا او لا ماذا تقولون انتم قبل سقوط صدام هل كان يسمح لرايه ترفع في الكوفه هل يسمح لرايه شيعيه ترفع في الكوفه ان كان في زمان البعثيين او كان في زمان الحكومات التي سبقت البعثيين منذ تاسيس الدولة العراقية سنة 1921 وما قبلها كان العثمانيون وما قبل العثمانيين كان وكان وكان فهل كان مسموحا للشيعة أن يرفعوا راية في الكوفة وأن يكون صاحب الراية شيعيا ينتمي إلى الحسين نسبا الإمام هكذا يقول في البداية هكذا قال أمير المؤمنين أيها الناس أيها الناس الزموا الأرض من بعدي واياكم والشذاذ من آل محمد فانه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم امري ونبذهم عهدي ماذا هو الذي تفعله الاحزاب الشيعيه القطبيه القذره انها نبذت عهد ال امامه والولايه مثلما فعل اكثر مراجع الشيعه كما بين لنا ذلك امام زماننا في الرساله التي وصلت الى المفيد سنه اربعمئه او عشره للهجره وهو يخاطب اكثر مراجع الشيعه مذ جنح كثير منكم هكذا يقول لهم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون امير المؤمنين يقول فلا يرون ما يحبون لعصيانهم امري ونبذهم عهدي نبذ عهد الامير في زماننا هو نبذ عهد الحجه بن الحسن ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه الى ان يقول سيد الاوصياء: واياكم والدجالين من ولد فاطمه ما هذا دجال من الدجالين الذي هو حسيني وسيرفع رايته بالكوفه وإياكم والدجالين من ولد فاطمه فإن من ولد فاطمه دجالين ويخرج دجال من دجله البصره وليس مني ليس مني نسبا وليس مني عقيده ودينا. هذا الكلام ينطبق انطباقا كاملا على دجال البصره احمد اسماعيل الذي يقول من انه اليماني ويخرج دجال من دجله البصره وليس مني وهو مقدمه الدجالين كلهم هذه مصادق من الدجال الشيعي من دجال حوزه الطوسي هذا هو برنامج الدجالين انه برنامج المرجئه والبتريه والمقصره هذه المضامين تنطبق بشكل انسيابي صدقوني هم يتابعونني مراجع النجف يتابعونني انا على علم يقيني بهذا لا اقول هذا الكلام تخرصا عندي معلومات كامله مفصله عن واقع النجف وماذا يجري في النجف وهم يتلمسون هذا من انفسهم ويتحدثون بهذا مع خواصهم لكنهم يظهرون خلاف ذلك لعامه الشيعه ولسائر المعممين من صغار المعممين ممن ليسوا على علاقه خاصه بهم وهذا هو الدجل الدجل اظهار الشيء بخلاف حقيقته وهذا هو الذي يقومون به يضحكون على عامه الشيعه ويضحكون على عامه الحوزه وان كان اصحاب العمائم في الحوزه هم جزء من الدجل وجزء من الضحك على ذقون الشيعه وهم يعرفون يعرفون التفاصيل هذا الامر ما بات خفيا خصوصا بعد برامج قناه القمر ما بات هذا الامر خفيا امير المؤمنين هكذا يقول ايها الناس الزموا الارض من بعدي واياكم والشذاذ من ال محمد هؤلاء دجالون فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية هل مر في تاريخنا منذ عاشوراء وإلى يومنا هذا هل مرت راية شيعية يقودها مرجع حسيني يكون مدعوما من النواصب هل مر هذا علينا في التاريخ لا اعتقد ذلك وحينما اقول لا اعتقد ذلك هذه الكلمه مسلحه بخبره في التاريخ الشيعي وبخبره في تاريخ المرجعيه في زماننا باتت المرجعيه الشيعيه تدعم بشكل واضح من السعوديه ومن الامارات ومن الاتجاهات المخالفه لاهل البيت بشكل واضح مرجعيه السيستاني على سبيل المثال علاقاتها مع السعوديه اتحدث عن الحكومه لا اتحدث عن علاقات بالشيعه في السعوديه علاقاتها بالحكومه السعوديه وعلاقاتها بالحكومه الاماراتيه لا تخفى على المطلعين على تفاصيل ما يجري في منطقه الشرق الاوسط انا لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل انما اجمل الكلام اجمالا وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه قد يقصد منها رايه السيستاني وقد يقصد منها رايه ولده من بعده الذي سيكون مرجعا في النجف اتحدث عن ولده الاكبر محمد رضا وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم لأننا كلما اقتربنا من عصر ظهور إمام زماننا كلما ازداد عدد الدجالين هذا هو الجزء الرابع من معجم أحاديث الإمام المهدي مؤسسة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية ألف وأربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري قم المقدسة الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية مسجد جمكران المقدس صفحة 474 وأربعة من الجزء الرابع رقم الحديث ثمانمية وخمسة الحديث عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا ينتحلون حبنا يعتقدون حبنا فيضرب أعناقهم لو قد قام قائمنا بدا بالذين ينتحلون حبنا فيضرب اعناقهم الامام لا يتحدث عن عامه الشيعه انه يتحدث عن دجالي الشيعه انه يتحدث عن مراجع الشيعه فهم دجالو الشيعه انه يتحدث عن خطباء المنبر الحسيني هؤلاء كذابون دجالون ساقطون سفلة إنهم أعداء الحجة ابن الحسن يضحكون على الشيعة بمقدمة تنسجم مع ثقافة العترة وبنعي في اكثر الاحوال يخالف ذوق الائمه ادبا وعقائدا وما بين هذا وهذا ياتونكم بالقذاره الوائليه بالحشو الوائلي الناصبي وبقذارات مراجع حوزه النجف وكربلاء وبجهل وبهراء وبسخف وبفكر نهصبي قذر فهؤلاء دجالون لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم هؤلاء هم الذين مر الحديث ومر الكلام بخصوصهم في الروايات المتقدمة هناك رواية ستشرح لنا المضمون بنحو يكون أوضح وأبين رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران صفحة 299 رقم الحديث خمسمية وثلاثة وثلاثين بسنده عن المفضل بن عمر قال سمعت ابا عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لو قام قائمنا بدا بكذابي الشيعه فقتلهم الامام يتحدث عن كذابي الشيعه ليس الكذابين الذين يكذبون في الاعلام مثلا من المشتغلين في الحقل الاعلامي وهم مجبرون على ان يقراوا نشرات الاخبار والبيانات مثلا في القناه العراقيه الحكوميه التي تنشر الاكاذيب او في سائر القنوات الشيعيه الاخرى التي تنتمي الى مرجعيه السيستاني تنتمي الى مرجعيه الشيرازي وسائر القنوات التي ترتبط بالاحزاب الشيعيه القطبيه القذره على اختلاف اشكالها والوانها الذين يقرؤون بيانات او يقرؤون اخبارا وهي مشحونه بالاكاذيب الامام لا يتحدث عنهم انه يتحدث عن الكذابين الكبار عن الذين يضعون على رؤوسهم تلك العمائم التي يصل طول قماشها الى ثلاثين مترا او ما يكون قريبا من ذلك من قماش وايل الهندي عمائمهم عمائم آيات الله العظمى تقارب الثلاثين مترا الإمام الصادق يتحدث عن هؤلاء الدجالين والكذابين ولذا فإنهم يعرفون حكمهم عند الإمام يقولون له ارجع لا حاجه لنا بك لانهم يعرفون سوء موقفهم بين يدي الامام وبعد ذلك يحاولون ان يدافعوا عن انفسهم ان يدافعوا عن ضلالهم الا على لعنه عليهم فيخرجون لقتال الامام ويبادون الا على لعنه عليهم وعلى دينهم وعلى منهجهم وعلى عقائدهم انهم اعداء الحجه ابن الحسن اتحدث عن المراجع الذين سيخرجون لقتال الامام الحجه زمان ظهوره الشريف المفضل ابن عمر يقول سمعت صادقه صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول لو قام قائمنا بدا بكذابي الشيعه فقتلهم نذهب الى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواب صلوات الله, صلوات الله وسلامه عليه وعليه. فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد, يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل, يزل متفردا, متفرداً بوحدانيته. بوحدانيته ثم خلق محمداً, محمدا وعليا وفاطمه, وفاطمة فمكثوا الف دار ثم خلق جميع الاشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانه التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد هذا هو أدق وصف للدجال الشيعي إنها رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف هذه الطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى هم المقدسة الرواية تبدأ من صفحة 271 رقم الحديث 143 لكنني أذهب إلى موطن الحاجة فالرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 274 إمامنا الصادق بين لنا اوصاف هؤلاء الدجالين انهم دجالوا الشيعه اول صفه فيهم الجهل وهذه اوضح صفه في مراجع النجف وكربلاء عن اي جهل يتحدث امامنا الصادق عن جهلهم بثقافة أهل البيت لأن الإمام هكذا يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة شيء قليل عندهم معلومات قليلة من ثقافة العترة الطاهرة هذه أول علامة من علامات الدجالين طبقوها على خطباء المنبر تنطبق عليهم واحدا واحدا دون استثناء طبقوها على خطباء المنبر انا لا اتحدث عن الخطباء المغمورين هؤلاء لا قيمه لهم اساسا اتحدث عن الخطباء المشهورين المعروفين الذين تاخذ الشيعة الدين منهم وطبقوا هذا على الذين يخرجون من اصحاب العمائم السوداء والبيضاء في الفضائيات الشيعية يحدثونكم عن دينكم جهال حمير جهال حمير خصوصا هؤلاء الذين يتصدون للاجابه على اسئلتكم نيابه عن المرجعيه العظيمه في النجف جهال حمير هذه اول صفه فيهم الامام الصادق هو الذي يقول انا اقرا عليكم من تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يتعلمون بعض علومنا الصحيحه فيتوجهون به عند شيعتنا الشيعه هم جهال فيضحكون عليهم بمعلومات قليله يتعلمون بعض علومنا الصحيحه فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا الامام يتحدث عن الشيعه النصاب عند نصابنا من اتباعهم من خواصهم حينما يجلسون فيما بينهم ويبداون باثاره الاشكالات على عقائد اهل البيت على معارف اهل البيت ويظهرون مديحهم لعلماء النواصب وإعجابهم بكتب علماء النواصب، ما هذا هو الذي يجري في مجالس المراجع السفله، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء السفله الذين يضعفون أحاديث أهل البيت ويظهرون المدح والثناء لما ألفه علماء النواصب، لأنهم يأخذون منهم ويتعلمون على موائدهم ويكرعون من عيونهم الكدره القذره يتعلمون بعض علومنا الصحيحه فيتوجهون به عند شيعتنا بهذا البعض يتوجهون به يتوجهون بهذا البعض الذي تعلموا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه إلى هذا البعض من ثقافة العترة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا هذه إذا أردنا أن نحسبها ثم يضيفون اليه اضعافه اقل الاضعاف ثلاثه اقل الاضعاف ثلاثه واضعاف اضعافه اضعاف ثلاثه ايضا اخرى واضعافه إذا أردنا أن نجمع ذلك ستكون النسبة هكذا إذا كان ما تعلموه من ثقافة العترة بنسبة عشرة فإن الأكاذيب ستكون بنسبة مية وعشرين يضيفونها إلى العشرة بالمئة فماذا يبقى منها؟ هذا هو الدجل دينهم يتألف من 120% أكاذيب يأتون بهذه العشرة بالمئة يأتون بها غطاء رقيقا يصبغون تلك الأكاذيب بهذه الصبغة وهذا هو الدجل بالضبط الدجال هو الذي يصبغ الحديد مثلا بماء الذهب كي يظهر للناس ان الحديد ذهب هؤلاء هم الدجالون القذرون انهم مراجع النجف وكربلاء الامام يتحدث عن مراجع الشيعه هنا يتعلمون بنسبه عشره بالمئه ثم يضيفون اليه اضعافه اضعافه اقل الاضعاف ثلاث مرات واضعاف اضعافه وأضعاف أضعافه مثل ما قلت لكم ستكون النسبة عشرة بالمئة من ثقافة العترة مية وعشرين بالمئة من الأكاذيب هذه أكاذيب النواصب والبعض منها من اكاذيبهم هم من اكاذيب مراجع الشيعه انفسهم فهذه الاكاذيب لو تركت علنا سيفضحون فياتون بتلك العشره بالمئه يجعلونها غطاء يجعلونها صبغه يصبغون بها قذاراتهم واكاذيبهم واوساخهم وهذا هو الدجل بعينه هذا واقع حوزه الطوسي منذ سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره والى اليوم كذابون هؤلاء اصحاب العمائم دجالون السفله ما عندهم شيء من دين محمد واهل محمد، يضحكون عليكم يضحكون عليكم اتحفونا 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 واتحفوهم بالوثيقه الديخيه. ما اريد اجيب الاسماء، واحد قال لي أدلع. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه اليه قال توصل اطمئن تركبهم يعني ايش يعني آه تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عباره واحد من الاعلام قبل خمس سنين قال لي وش داعي اقول يعني تركب يعني خلاقه اهمي شنو؟ خلاقه اهمي شنو؟ يقول لك حركه فقوش بيخ عربية غش <applause> والناس حباط كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب فلان وقال ومشي لا مو علم اجمالي هذا الواقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه إذن هذه مواصفاتهم ولازلنا مستمرين في ذكر مواصفات الدجال الشيعي الذي هو الأخطر يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به بهذا البعض عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا. من خواصهم واتباعهم ومن هم على منهجهم ثم يضيفون اليه الى هذا البعض اضعافه واضعاف اضعافه يضيفون اليه اضعافه الاضعاف ثلاثه واضعاف الاضعاف أضعاف الأضعاف تسعة مع ثلاثة الناتج 12 إذا حولناها إلى نسبة مئوية فإذا كان البعض الصحيح الذي تعلموه بنسبة عشرة بالمئة الأكاذيب ستكون بنسبة 120 بالمئة اكاذيب مفضوحه هؤلاء نواصب يغطون الاكاذيب بهذا القليل الذي تعلموه من ثقافه العتره وهذا هو الدجل في اوضح مصادقه هذا دجل اوضح من دجل الدجال الاعوار واوضح من دجل الدجال السخيفي لكنه يخفى على الشيعه لماذا لانهم جعلوا الشيعه حميرا وركبوا على ظهورهم وقالوا لهم ديخ والشيعه فرحون جدا بديخيتهم بل يتفاخرون بهذه الديخيه لا ادري على اي شيء سأحسد الشيعة على غبائه على دخيته على طيحة حظه على أي شيء لا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون اليه اضعافه واضعاف اضعافه من الاكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا انهم اديخيون فيتقبله الذين استسلموا له فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هذا هو الدجل يضحكون على الشيعة على أن هذا من علم محمد وآل محمد على أن هذه الثقافة ثقافة العترة وهي اكاذيب اكاذيب النواصب واكاذيب هؤلاء المراجع السفله بانفسهم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا لانهم غطوا هذه الاكاذيب بهذه النسبه القليله من ثقافه العتره مئة وعشرون أكاذيب يغطونها بعشرة بالمئة من الكلام الصحيح من الصدق فيخدعون الشيعة فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ضعفاء العقيدة ضعفاء الثقافة ضعفاء المعرفة الذين يخدعون بهذه الطبخة الدجالية مئة وعشرون بالمئة أكاذيب أكثرها من أكاذيب النواصب ويضيفون إليها من أكاذيبهم هم من أكاذيب المراجع أنفسهم من أكاذيب اساتذتهم الذين سبقوهم او من اكاذيب معاصريهم او من اكاذيبهم هم بانفسهم يغطونها بعشره بالمئه من الكلام الصادق وهؤلاء الشيعه لم يثقفوا ثقافه اصيله لو ثقفوا انفسهم على برامج قناه القمر لن يستطيع هؤلاء الدجالون أن يخدعوهم إذا ما ثقفتم أنفسكم بثقافة قناة القمر لا يستطيع السيستاني ولا بشير النجف ولا, ولا 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 سائر المراجع أن يضحكوا عليكم وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا؟ فإنهم شمر وحرملة فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال فإنهم شمر وحرملة وعمر بن سعد وأمثال هؤلاء فانهم يسلبونهم الارواح والاموال وللمسلوبين عند الله افضل الاحوال لما لحقهم من اعدائهم وهؤلاء هؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون دجالون الدجال هو الذي يجعل الحديد يشبه الذهب بتغطيته بماء الذهب وهؤلاء هكذا يفعلون يشبهون على الشيعه من انهم نواب صاحب الزمان من انهم يمثلون محمدا وال محمد من ان فتاواهم هي فتاوى امامنا الصادق وهي فتاوى شافعيه امامنا الصادق متى قال من ان ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير يبطل الصلاه متى قال هذا امامنا الصادق في اي كتاب؟ امامنا الصادق في هذا الكتاب في الاحتجاج قال فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل هذا فعل مضارع مع لام الامر اقوى في الامرية من فعل الامر لوحده فليقل علي امير المؤمنين هذا الكلام يشمل الصلاه ويشمل غير الصلاه متى قال امامنا الصادق من ان ذكر علي في التشهد الوسط والاخير في الصلوات الواجبه يبطل الصلاه هذه الفتاوى وفقا لمنهج الشافعي فتاوى السيستاني وسائر المراجع الاخرين هؤلاء يضحكون عليكم فتاوى يشبهون عليكم من انها فتاوى امامنا الصادق وهكذا كل شيء في هذه الحوزة النجفية القذرة كل شيء فيها مغطى بشيء من ثقافة العترة، إذا ما رفعناه دخلنا في قذارات النواصب. وهؤلاء علماء السوء النهصبون المشبهون بأنهم لنا موالون. ولاعدائنا معادون وهم يكرعون في كتبهم وياخذون الدين منهم فكيف يعادونه وانما يضحكون اهل الشيعه على انهم شيعه والشيعه هكذا يتصورون من ان عقائد المراجع اقوى من عقائدهم هؤلاء نواب صاحب الزمان وهم لا يعلمون أن المرجع لن يكون مرجعا في النجف إلا عقائد خرطي وطايع حظه هذا الكلام يشمل الجميع أتحدث عن المراجع الذين تقلدهم الشيعة لا شأن لي بالذين لا تقلدهم الشيعة المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة لن يرشح للمرجعية إلا عقائد خرط طاية حظها هذا الكلام ما هو بكلام سياسي ولا هو بكلام سوقي هذا الكلام ناتج عن تحقيق وتدقيق كاملين عبر التاريخ الشيعي منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا على الأقل المراجع الذين عاصرناهم ما بهم ولا مرجع عقائده صحيحه عقائد خرط احد مواصفات المرجع ان تكون عقائده خرط ان يكون موقفه السلبي من حديث اهل البيت حتى يصير الاخ محقق جاشلون شلون يصير محقق غير لازم يرفس احاديث اهل البث برجله حتى يصير محقق، ولازم عقائده عقائد خرط حتى يصير الأعلم مر علينا الحديث عن اسحاق الفياض، وهذه ما هي حاله خاصه به؟ هل جميع هكذا انتخبه السيستاني على انه الاعلم؟ من بعده لان عقائده خرط لان دينه طايح حظه لهذا السبب انتخبه الاعلى لانه هو هم هيجي على هذا الاساس انتخبه هذه هي الحقيقه من الاخر اذا لم تكن هذه الحقيقه إذن هذه الروايات كلها عن من تتحدث؟ هل تتحدث عن بابا الفاتيكان مثلا هل تتحدث عن شيخ الازهر ما هذه الروايه هي الروايه التي فيها فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه ويقطعون الروايه لا يكملون وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا جميعهم القله يتصفون بهذه المواصفات تتمه الكلام لا ينقلونه لكم وهذا هو الدجل دجالون هؤلاء دجالون لو لم يكونوا دجالين لماذا لا ينقلون لكم بقية الكلام وهذه الرواية نفسها التي أنا أقرأ منها والإمام الصادق يتحدث عن أن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة هذه مواصفاتهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة عشرة بالمئة ويضيفون إليها مئة وعشرين بالمئة من الأكاذيب من أكاذيب النواصب ومن أكاذيبهم أنفسهم هم ولذا فهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون مشبهون طبقه خارجيه فقط اذا دخلت الى العمق فان نصبهم سيكون واضحا وصدقوني هذه هي الحقيقه هؤلاء نواصب في باطنهم لا اتحدث عن العاطفه لا يبغضون محمدا وال محمد لكنهم يعتقدون من ان منهج النواصب هو المنهج الحق صدقوني يعتقدون بهذا ويعتقدون من ان علماء النواصب هم الذين يجب ان يتبعوا ولذا ياخذون دينهم من كتب هؤلاء. تفاسير الشيعه منذ زمان الطوسي والى يومنا هذا. عيال على تفاسير النواصب، لماذا؟ لو كانوا يعادون النواصب هل ياخذون تفاسيرهم؟ وهل يعتمدون منهجهم؟ هذا الوهئلي تسعون بالمئة بل أكثر من تسعين بالمئة من أحاديثه منقولة عن الفخر الرازي أو عن سيد قط وعن أمثال هؤلاء النواصب لو كان يعادي هؤلاء هل يجعل المنبر الحسينية بنسبة تسعين بالمئة من فكر هؤلاء النواصب لماذا مراجع النجف يريدون من الشيعه ان يتعلموا من الوائل دينهم لانهم يعلمون ان الفكر الذي يطرحه الوائل فكر ناصبي صرف وهم يميلون اليه هذا هو واقع النجف ليس في زماننا هذا منذ زمان طوسي منذ سنه 448 وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا إلى هذه اللحظة هذا هو الدجال الشيعي الذي تحدثت عنه الروايات وإلا فأين هو في أي مكان هذه الروايات التي تخبرنا عن الدجال الشيعي بمصادقه الواضحة في مراجع التقليد أين هؤلاء في أي مكان الائمه يتحدثون عن الاكثريه من ان اكثر مراجع التخليد دجالون، اين هؤلاء؟ في اي مكان؟ في اي بلد؟ حينما يتحدث الامام الصادق عن دجالي مراجع الشيعه، هل يتحدث عن مرجع مثلا في مدينه الاهواس او في جنوب لبنان مثلا او في مدينه لاهور في باكستان مثلا انه يتحدث عن مراجع التقليد في النجف في عاصمه التشيع لانه يتحدث هنا عن الشيعه عموما حين يقول وهم اضروا على ضعفاء شيعتنا، هو لا يتحدث عن الشيعه في الاهواز او عن الشيعه في الكويت او عن الشيعه في بيروت، انه يتحدث عن الشيعه جميعا، الشيعه جميعا يقلدون مرجعا في لاهور ربما يوجد مرجع في لاهور يقلده بعض الشيعه الباكستانيين لكن الشيعه عموما يقلدون مراجع النجف فالامام يتحدث عن هؤلاء هؤلاء هم علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهه على ضعفاء شيعتنا في تضعيفهم للروايات والاحاديث في تضعيفهم للادعيه والزيارات في اصدارهم الفتاوى من ان ذكر علي يبطل الصلاه في اصدارهم للفتاوى من ان عقيده الرجعه ليست ضروريه وياتي الشيعي ويقرا ما يقرا من الاحاديث ومن الزيارات والادعيه فيرى ان الرجعه عقيده في اعلى مستويات العقائد والمراجع يصدرون الفتاوى من انها ليست ضروريه او ان بعضهم يسخر منها ويستهزئ باحاديثها يدخلون الشك والشبهه على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذه مواصفات مرجع التقليد الاعلم في النجف صدقوني هذه هي مواصفاته في النجف يختارون مرجع التقليد الاعلم وفقا لهذه المواصفات الاكثر تضعيفا لاحاديث اهل البيت الاكثر اثاره للشكوك والشبهات على عقائدهم هذا محقق مضرط هذا هو الاعلم هذا هو الاضرط وهؤلاء علماء السوء النهصبون المشبهون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهه على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب الى ان يقول إمامنا الصادق لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام انه لا يريد الا صيانة دينه وتعظيم وليه وتلاحظون لحن الكلام اختلف انه يتحدث عن شخص واحد عن قلائل لان الاكثريه ستبقى على ضلالها لانهم يتبعون مراجع السوء مراجع الضلاله مراجع حوزه الطوسي هؤلاء السفهاء هؤلاء الحمقى لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه نحن نتحدث عن مسار التعظيم المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ملبس يعني دجال إنه يلبس الحديد الذهب وهذا يلبس الدين النصبية بصبغة شيعية من ثقافة العترة مئة وعشرون من النصب يصبغها بعشرة بالمئة من التشيع الصحيح هذا هو الملبس هذا هو الدجال الدجال الشيعي هو هذا لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه هذه العباره تشير الى ان المؤمن هذا ليس مشهورا او انه في موطن الشبهات التي يثيرها هؤلاء السفله من مراجع النجف الدجالين الكفار الملبسين بحسب ما يقول الصادق ما انا الذي اقول لان الامام الصادق يتحدث عن كبار المراجع الذين تقلدهم كل شيعه اكثر الشيعه هؤلاء اين يكونون؟ في مدينه البصره مثلا في العراق او في اربيل انهم في النجف في النجف في النجف في نجف الضلال والسفاهه اتحدث عن نجف الحوزة لا عن نجف علي نجف علي نجف الحكمه نجف الفصاحه والبلاغه نجف حوزة النجف نجف العي والبلاهه والسفاهه والتمضرط والتمسلت والانترنت ادل دليل على ذلك استمعوا الى هؤلاء السفهاء من مراجع النجف وشوفوا شلون يمسلتون ويمضرطون. نجف حوزة الطوسي هو هذا، أما نجف علي نجف الإيمان ونجف الإسلام ونجف البلاغة والفصاحة، ذلك هو نجف علي هو نجف الحجة بن الحسن. هذا نجف نظري. فكري عقائدي فقط لا وجود له على ارض الواقع، النجف الموجود نجف مستباح من هؤلاء السفهاء، من هؤلاء الجهال اما ان يكونوا خرسا لا يتكلمون يسترون عيهم وغباءهم وضعفهم بهذا السكوت وإما إذا ما تكلموا كما نعبر في التعابير السوقية العراقية يقومون مضرطون آيات الله العظمى وهذا الكلام لا يحتاج إلى كثير من البحث لقد عرضت ما عرضت من هذا التمضرط والتمسلت لآيات الله العظمى الكثير والكثير في برامجي وعلى الشبكه العنكبوتيه هناك الكثير والكثير من تمضرط وتمسلت ايات الله العظمى ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة فهذا دجال ملعون هذه مواصفات دجال النجف ما يعلمه من ثقافة العترة شيء قليل اكثر معلوماته اكاذيب من اكاذيب النواصب او من اكاذيبه هو لانه حينما يستخرج رايا سيعود الى اكاذيب النواصب فما يستخرج من الاكاذيب اكاذيب حتى لو خلط معه شيئا يسيرا مما تعلمه من ثقافه العتره النتيجه ستكون اكاذيب معلوماته قليله بخصوص ثقافه العتره اكثر ما عنده اكاذيب انها اكاذيب النواصب واكاذيب المراجع السابقين من اساتذته واكاذيب المراجع المعاصرين اضافه الى اكاذيبه هو هم يستنتجون الاكاذيب من الاكاذيب وهؤلاء ضالون ويضلون الشيعة فضلوا واضلوهم يضحكون على الشيعة كذابون هؤلاء وهم اضر على ضعفاء الشيعة من شمر وحرمله على الحسين واصحابه وهؤلاء هم علماء سوء ناصبون مشبهون دجالون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معادون ماذا يفعلون؟ يدخلون الشك والشبهه على ضعفاء شيعتنا وماذا يفعلون لهم؟ فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هؤلاء ملبسون كافرون وهؤلاء ملعونون في الدنيا معذبون في الاخره هذا هو الدجال النجفي الطوسي الشيعي انه من شيعه الطوسي انه من شيعه مرتضى الانصاري انه من شيعه الخوئي انه من شيعه محمد باقر الصادر انه من شيعه السيستاني انه من شيعه الوائل من شيعه هؤلاء هذا هو الواقع المر الصريح المقشر من دون حذف من دون تحريف من دون مجامله لا اقول لكم صدقوني ولكن عودوا الى الحقائق والوثائق التي ذكرتها في برامجي وتاكدوا من ذلك بانفسكم لا تصدقوني احترموا عقولكم ولا تبقوا حميرا عند هؤلاء المعممين السفلة عند المراجع وأبنائهم وأصهارهم مجموعة سرسرية وهتلية يضحكون عليكم مثلما ضحكوا على أجدادكم وآبائكم منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر، صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، وفي شهر واحد، في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لانه, لأنه يدعو, يدعو الى الحق والى, وإلى طريق, طريق مستقيم صار واضحا لديكم كبار الدجاجله ثلاثه الدجال الاعور دجال النصارى واليهود بحسب ما عندنا من النصوص انها حضاره الانسان قطعا هناك من يمثلها هناك اشخاص يمثلون هذه الحضاره هذه الحضاره لها وجه ايجابي ولها وجه سلبي حينما نتحدث عن دجال الحضارة هذا نتحدث عن الوجه السلبي في هذه الحضارة الوجه الايجابي سيكون مؤيدا وسيكون متصلا بالمشروع المهدوي الجانب السلبي هو الذي سيقف في وجه المشروع المهدوي ولا قيمة لهذا الدجال لأن كل هذا سيحدث بعد الظهور حيث أن الإمام يفعل ولايته التكوينية وولايته التشريعية فمن اي شيء نخاف من هذا الدجال الاعوار الدجال الثاني هو الدجال السقيفي الذي كفر ببيعه الغدير هذا الدجال بالنسبه لنا اضراره تاريخيه أضراره دخلت في تأريخ أجدادنا وآبائنا في تأريخ أسلافنا واستمر هذا الضرر حتى وصل إلينا لكن في زماننا فإن صورة صارت واضحة نحن لا نخاف من الدجال السخيفي على عقائدنا قد نخافه ان يقتلنا ان يفجرنا مثل ما فعلت القاعده ومثل ما فعلت داعش ومثل ما فعلت الحركات الارهابيه التي هي من فروع جماعه الاخوان جماعة ذلك الإرهابي حسن البنا وذلك القذر النجس سيد قطب نخافهم أن يمارسوا إجرامهم لكننا لا نخافهم على عقائدنا الصورة باتت واضحة الخوف كل الخوف من الدجال الثالث من الدجال النجفي من الدجال الشيعي من دجال حوزه الطوسي الدجال الاعور لن نخافه لان قمه دجله ستكون زمان الظهور الدجال السقيفي القى بكل سمومه فنحن لا نخاف من سمومه العقائديه الدجال الاخطر هو الدجال الشيعي دجال حوزه النجف دجال ناقض لبيعه الغدير لكنه ليس بالعلن بنحو تدجيلي هو ينسف بيعه الغدير نسفا لكنه يظهر الايمان بها لفظا امام الشيعه هذا هو الذي يجري على ارض الواقع السؤال الاول هل فسر مراجع النجف القران عبر الكتب او عبر الخطباء وفقا لتفسير عليا وال علي مثلما بايعنا في بيعه الغدير الجواب كلا وكلا 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 الى ان ينقطع النفس. ولكن في الوقت نفسه يقولون للشيعه هذه تفاسير اهل البيت. دجالون كذابون سفله. تفاسير ناصبيه ويقولون للشيعه هذه تفاسير اهل البيت وحينما يرتقون المنابر لا ياخذون منها يذهبون بشكل مباشر الى التفاسير الناصبيه فيفسرون للشيعه على المنابر وفي الفضائيات ويدرسون الطلاب اذا ما ارادوا ان يدرسوا القران يذهبون بشكل مباشر الى تفسير الفخر الرازي الى تفسير الالوسي الى تفسير الطبري بشكل مباشر ولا يعودون الى تفاسير الشيعه الناصبيه القذره كتفسير الطوسي كتفسير الطبرسي كتفسير الطباطباء وغير اولئك من الذين كتبوا في التفسير الناصبي القذر الذي يقال عنه للشيعه من انه تفسير اهل البيت هؤلاء هم الدجالون هم الدجالون نقضوا بيعه الغدير نقض الدجال السقيفي لبيعه الغدير نقض علني نحن لا نخاف منه حدة خطره مرت، أتحدث عن حدة الخطر العقائدية والفكرية، الخطر كل الخطر عند هؤلاء الدجالين عند مراجع النجف وكربلاء كتبهم فتاواهم عقائدهم برامجهم دجالية نصبية يضحكون على الشيعة من أنها من دين العترة الطاهرة ولا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد تريدون أن تعرفوا ذلك عودوا إلى برامجي لا أقول لكم اقبلوا كلامي لا أقول لكم صدقوا بكلامي أقول لكم عودوا واطلعوا لأنكم لن تجدوا موطنا فيه من الحقائق كما في برامجي مع ذكر المصادر مع بيان الوثائق والحقائق تأكدوا من ذلك بأنفسكم كان في نيتي ان اقرا عليكم من خطبه لسلمان الفارسي يتحدث فيها عن بيعه الغدير لكنني ارى وقت الحلقه قد انتهى ساترك هذا الى حلقه يوم غد إن شاء الله تعالى. هناك الكثير من الكلام كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفي القلب لبانات لبانات يضيق لها صدري وفي القلب لبانات اقول هذا حقيقه وفي القلب لبانات اللبانات الكلام المهم الذي يجيش في الصدر ويجول في احنائه ويعتصر القلب بسببه كما قال امير المؤمنين اختم حديثي وفي القلب لبانات لبانات يضيق لها صدري. اسالكم الدعاء جميعا نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في امان الله.